السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتكم في قناة سوق العقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد وشاليه مرتفع عن الأرض بسعر لقطة بجوار شارع 10 في اسكندرية العجمي مدينة 6 أكتوبر شاطئ النخيل. دي واجهة الشاليه. الشاليه مرتفع عن الأرض 3 درجات ودرجة داخلية ب4 درجات. دي ملكية خاصة بالشاليه، وعندي هنا موجود ده ريسبشن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. أول حاجة بتقابلني هنا عندي ريسبشن ما شاء الله، مربع ومتشطب كويس جدا، تشطيب ممتاز، تشطيب جبسون بورد وألوان هادية وديكورات ممتازة جدا. عندي هنا دي طرق التوزيع، بتدخلني على غرفة النوم والحمام والمطبخ. على شمالنا هنا موجود مطبخ مقفول، بعد منه مباشرة موجود عندي غرفة النوم. مساحتها كبيرة ما شاء الله، 4 متر في 5 متر، متشطبة تشطيب هادي جدا. وبعد منها مباشرة موجود عندي هنا الحمام. ممتاز وجميل جدا ما شاء الله. ورؤية ريسبشن عندي هنا من زاوية تانية، وعندي هنا عداد الكهرباء اللي خاص بالشاليه. وكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا اليوم من قناة سوق العقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شاليه مرتفع عن الأرض، غرفة وصالة ومطبخ وحمام، مسجل في جمعية 6 أكتوبر القوات المسلحة، وكامل العدادات كهرباء ومياه زي احنا عارفين بنستلم آخر فواتير كهرباء ومياه بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشاليه 60 متر، عبارة عن غرفة نوم كبيرة وريسبشن كبير مربع ومطبخ مقفول وحمام وطرق توزيع الغرف وفرندا. السعر 155,000 جنيه كاش، السعر بالدولار 8,000 دولار. هو من داخل المكان كان مع حضرتكم احمد بهجت صاحب قناة سوق العقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم، تشتركوا معنا كمان في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد في عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سوق العقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.